مدينة مشاهدينا إلى هذه الصور من منطقة الأوزاعي، حيث بدأت عملية النزوح بعد الإنذارات الإسرائيلية بإخلاء المنطقة. هذه الصور للنزوح الكثيف من منطقة الأوزاعي، وطبعا هذه العمليات النزوح تأتي بعد الإنذار الذي وجهه الإسرائيليون بضرورة إخلاء المنطقة قبل استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي. وهنا أود الإشارة إلى أن منطقة الأوزاعي لا تبعد سوى قليلا عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وهي تعتبر طريق إحدى طرق المطار أيضا. لبيك يا رسول الله.